بلغ إجمالي عدد المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين التي نظرها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع خلال 37 جلسة، ما مجموعه 109 مراسيم بقوانين ومشروعات قوانين. وبلغت المحصلة الكلية لمشروعات القوانين التي نظرها المجلس واللجان الدائمة ما مجموعه 105 مشروعات قوانين، من ضمنها 24 مشروعا بقانون حولت من أدوار انعقاد سابقة. بعد انقضاء دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع لمجلس الشورى، كانت حصيلة الشوريين خلال 37 جلسة، منها جلستان استثنائيتان، الخروج بأربعين مشروع قانون، 13 اقتراحا بقانون، 20 معاهدة واتفاقية، 4 مراسيم بقانون. وبالنسبة للاقتراحات بقانون، فقد تمت إحالة 6 منها للحكومة، ولم يتسن عرض 4 منها، كما وسحبت 3 منها من قبل مقدميها. أبرز الاقتراحات بقوانين الموافق عليها ما جاء بشأن احتياطي الأجيال، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إنشاء جمعية كشافة ومرشدات البحرين، كذلك ما يتعلق بإيجار العقارات وجرائم تقنية المعلومات. أما المراسيم التي أحيطت الحكومة علما بها فهي 4 مراسيم جاءت بشأن الأوسمة، التوثيق، حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك قانون الاتصالات. وبالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات، فقد نظر المجلس في 20 معاهدة ووافق على 18 أخرى، وواحدة لا تزال قيد الدراسة، وواحدة لم يتخذ قرار بشأنها.